واجه الفريق الوطني منتخبا أرجنتينيا كله عزم على العودة إلى قمة مستواه ليظل دائما من المرشحين للفوز بكأس العالم. ورغم ذلك فقد لعب الفريق الوطني دون مركب نقص، بل كان الصباق إلى تهديد المرمى الأرجنتيني بواسطة عملية ثنائية جميلة بين الشوش والعزوزي. ضربة زاوية اتسمت هي الأخرى بالطبع الخطورة، كشلول كاد أن يضع الكرة في مرمى الحارس إسلاس. دييغو مارادونا العائد بعد غيبة طويلة ينفذ ضربة خطأ بروعة، والحارس زكريا العلوي الذي كان حاضر البديهة في هذه المباراة يحول الكرة إلى الزاوية قذيفة لرشيد الدودي، والحارس إسلاس يحول الكرة، إلا أن الحكم لم يعلن عن ضربة زاوية إعادة للقذفة الرائعة لرشيد الدودي. الدقيقة 15 مارادونا يمرر بذكاء نحو بالبو، مهاجم نادي روما الإيطالي يسجل أول هدف في المباراة لفائدة الفريق الأرجنتيني. الفريق المضيف كاد أن يوجه ضربة قاضية للفريق الوطني، إلا أن براعة الحارس زكريا وشجاعت رشيد الدودي حالته دون وصول الكرة إلى الشباك. هدف التعادل لفائدة الفريق الوطني المغربي يحمل نفحة أمريكية لاتينية، عمل جماعي جميل وتمريرة بطريقة مارادونا من حج نحو كشلول الذي لم يترك أي فرصة للحارس إسلاس إعادة لهذا الهدف الجميل الذي سجله اللاعب كشلول. من أخطر المحاولات انفراد بالبو بالحارس زكريا، إلا أنه يقذف فوق المرمى. الفريق الوطني المغربي قام هو الآخر بمجموعة من المحاولات الخطيرة، وكانت أبرزها الضربة الرأسية لمصطفى حجي وتدخل في آخر لحظة للحارس إسلاس. مرة أخرى رد فعل سريع للحارس العلوي زكريا، وبذلك ينتهي الشوط الأول بإصابة لمثلها. خلال الجولة الثانية وبالضبط في الدقة 9 منها رشيد الدودي يرتكب خطأ لم يكن ضروريا، ويمنح بذلك ضربة جزاء لفائدة المنتخب الأرجنتيني، نفذها ببراعة دييغو مارادونا مفجرا بذلك حماس اللاعبين والجمهور على حد سواء. الفريق الوطني كاد أن يسجل هدف التعادل، إلا أن قذفة حجي تمر جانبية. الحضري الذي كان ممتازا في هذه المباراة يرتكب خطأ مكن بيريز، والذي عوض مارادونا من تسجيل الهدف الثالث لفائدة الفريق الأرجنتيني. إذا كان انتصار الأرجنتين في غير موضع شك، فإن الفريق الوطني المغربي أظهر من خلال أدائه تحسنا ملموسا خصوصا على مستوى الانسجام.